فضيلة الشيخ رأفت حسين سيتلو علينا آيات من آيات الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون فذكر بالقرآن من يخاف وحيد بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. السماوات والأرض.